كيفاش وليدي نشك بلي راهو عنده نزله معويه. العرض الاول هي الاسهال. وقتاش نقول اسهال؟ لما لو نومبغ تاع البراز يعني حاشاكم التبرز يزيد اكثر، يعني الولد مال في يدير كاكا دو فوا باغ جور يولي يدير 3 فوا 4 فوا، ولا دي فوا العدد البرازات ما تبدلوش بصح لا كونسيستونس لي سيل تاعو، يعني البراز تاعو صار سائل. الريحه تقدر تتبدل وتقدر ما تبدلش، يعني يكون سائل ويكون العد او العدد واللون تاعو يكون بزاف، واللون تاعو يتغير. ما نفهمش باش نقولوا اسهال. اوكي للرده بصح باش نقولوا اسهال اللون للرده اللي يكونوا كبار شويه نفس كيف كيف هو يصرى عند كامل الاطفال. أوكي. بصح الخطوره تكمن عند من؟ تكمن عند الصغار. علاش؟ باسكو قد ما نكونوا صغار قد ما الجسم تاعنا مكون بالماء اكثر. البيبيات حتى 90% من الجسم ماء. دوك يكون عندك اسهال صديق راح يفرغ من يفقد الماء، معناتها يقدر يصير عنده جفاف. شوف الجفاف عند البيبي قد ما يكون صغير يقدر بين لحظه ولحظه، يعني يقدر في ساعه يفرغ باسكو جسمه فيه الماء اكثر. كي نكونوا كبار باش يصير عندنا جفاف يعني بالتدريج يطول شويه، مده طويله شويه. مي لي بيبي نو، سيرتو وقتاش نخافوا الجفاف؟ كي يكون الطفل عنده اسهال وعنده تقيؤ. بس كي يكون عنده اسهال وراهي تعطي له السوائل عن طريق الفم راهو يعوض واش راهو يضيع. بصح لما يكون يتقيا كيفاش راح يعوض هذيك؟ ودرجه الحراره تاع الجسم تتغير ولا لا؟ الوغ الحمى ممكن تكون بصح مش بالضروره. يقدر ما عندوش حمى بصح هو هي نزله معويه حقيقيه. يعني الطفل تكون عنده شويه يبكي وعكه، يعني هكذا زفره كما يقولوا بزاف الناس، عنده هكا مغص ومن بعد يكون عنده اسهال ومن بعد يجيه قي ويقدر يكون فيه حمى ويقدر ما يكونش فيه حمى. يعني لو تابلو كلينيك كامل يعرفوه، تقول لك راهو عنده لا غاسترو ولا تقول لك عنده انتوكسيكاسيون. سي با فو باسكو سي اون انتوكسيكاسيون لانه اكل ميكروب من العالم الخارجي. هنا وعلاش مليح نهضروا؟ باسكو لازم كيفاش نتعاملوا مع هاد الدراري. شوف اولا حنا قلنا نخافوا لا ديزيدغاتاسيون. كيفاش اون مامون باسكو انت دركا سي فغي كو ماشي بتيت دياغي تروحي تجري للطبيب. اون بتيت دياغي دوك نوري لها واش لازم دير في الدار. بصح لازم تكون الام تعرف تروبيري علامات لا ديزيدغاتاسيون. الطفل كي يبدا ينشف العلامات اللي باينين هكذايا تشوفوا يبكي بلا دموع ما يدمعش باسكو ما عندوش الدمعه. حتى الدمعات تنشف. المهم انت كي تشوفه يبكي مع يكون عنده الدمعه ولا من بعد تولي ما عندوش الدمعه باسكو الماء ما كاش. فما يكون ناشف. شوف يكون لاهف يبكي عطشان. قد ما يهضر هذاك ساهل يقول لك راني عطشان، ملي صغير تشوفه بلي يلهث فمه ناشف، العينين تحسهم بلي ولاو صغني يدخلوا شويه. مانيش نهضر على ديزيدغاتاسيون سيفير، كي يبدا ينقص له سير نشوفها زرقاء من تحتها. اللي يكون عندهم هذيك الملغيغه اللي هنايا نحسوها مجوفه تدخل لداخل بيان سور باسكو الماء ينقص فيك تتمص مجففه. هنا في لو كور تاعو كي نعصروا لو بلي تاع الابدومان كي نقرصوا نورمالمون غير تقرصوا الطفل الصغير لابو تاعو الاستيك. سير نشوفها زرقاء من تحتها. اللي يكون عندهم هذيك الملغيغه اللي هنايا نحسوها مجوفه تدخل لداخل بيان سور باسكو الماء ينقص فيك تتمص مجففه. هنا في لو كور تاعو كي نعصروا لو بلي تاع الابدومان كي نقرصوا نورمالمون غير تقرصوا الطفل الصغير لابو تاعو الاستيك. الطاطيه تعاود تولي صح كي تولي بدات فنيانه كي نتلق تتكمش تولي بالعقل كي تتكمش معناتها راهو كغاف. انا راني نبه الامهات نهار تبدا باش ماشي حتى يكون ديزيدغاتي كي تقرصيه وتولي ببطء هنا معناتها بدا ينشف من الماء. نقص تبول البيبي تشوفيه بلي لاكوش تاعو ماهوش يبول دونك ما عندوش الماء وبو وين يبول الماء راهو يضيعو كاع في البراز. والنقص البول لازم ينبه الام. في الحالة هذوما لازم تستشير طبيب لازم تشكي الا كاين ديزيدغاتاسيون. هنا لو برونوستيك فيتال كاين دي بيبي اللي يموتوا ماشي بالنزله يموتوا بالجفاف. والماء اكثر من الماء ما راحش يعزز ربما النقص اللي يكون من الماء في الجسم. الوغ جوستومون لما يكون عندنا هكذا طفل ضيع الماء كي نعطوا له الماء وحده مش راح يعوض لي
باسكو هو الطفل كيضيع، ما ضيعش الماء وحده، ضيع الماء أملاح. ومعاه الاملاح الصوديوم والبوتاسيوم يكون فيهم خلل. صافي كي نعطوا له لازم نعطي له مكون فيه هذا وهذا. هنا اللي راح نهضروا على كيفاش نداويو الطفل.